الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما جئت به والنبيين من قبلي هو قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا إله إلا الله. الله جل جلاله يعرف بنفسه ويعرف بقدراته ويدعو إلى نفسه جل جلاله وعم نواله. والله جل جلاله يدعو إلى الجنة، قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يدعو إلى دار السلام، فالداعي الأول هو الله جل جلاله، والدعوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. وظيفة الأنبياء والمرسلين هم خيرة خلق الله عز وجل، بسبب الوظيفة، بسبب التكليف الذي كلفوا به، بسبب التشريف الذي تشرفوا به، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. فالأنبياء جاءوا يعرفوا الناس بالله عز وجل، والدعوة أغلى وظيفة وأعلى عمل ومن أحب الأعمال، أبل أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل تعريف، تعرف الناس. الله عز وجل يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فلا إله إلا الله. الله عز وجل في هذه الآية يعرفنا بقدرته ويعرفنا أن المخلوق ما عنده شيء، ولا عنده خلق ولا عنده إيجاد. المخلوق ما عنده تصريف ولا عنده إبداع، ما عنده اختيار حتى لولده أو لبنته، ما عنده اختيار لشيء. الله جل جلاله هو الذي يشتبي وهو الذي يختار. ويقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ويعرفنا حتى الزراعة التي نقوم بها، نحرث ثم نبذر ثم نسقي ونجتهد على الزراعة ونظن أننا نحن الزارعون، لكن الله جل جلاله يعرفنا بنفسه وبأفعاله. يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالزارع الحقيقي هو الله جل جلاله. فنحن هذا للتعريف، حتى نتعرف دائما وننسب الفعل لله، للفعال الحقيقي وهو الله جل جلاله. أفرأيتم، قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. حتى الماء الذي تشربه، من أنزله؟ من خلقه؟ من أبدعه؟ من جعله بهذه الصيغة؟ من جعله بهذه العذوبة؟ من جعله يعني عديم الرائحة، عديم اللون؟ لا إله إلا الله. عديم الطعم، عديم الذوق، ولكنه من أهم الأشياء للإنسان، لحياة الإنسان، لحياة المخلوقات، من أهم الأشياء ومن أعذبها. لا إله إلا الله. حتى الإنسان العاطش لا يروي يعني عطشه العصيرات والأشياء الملونة، ما يريد إلا الماء. لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله جل جلاله جعل من الماء كل شيء حي. فلا إله إلا الله. فهو يعرفنا بنفسه، قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. حتى النار التي توريها، من أنشأ شجرتها؟ الله جل جلاله هو الذي أنشأ شجرتها. الشجرة يعني تفكر في الشجر، تفكر. هذه دعوة إلى الله عز وجل، تعرف الناس بقدرة الله عز وجل. تفكر في الأشجار، كيف لما تكون بذرة صغيرة، يعني أنت تحمل آلاف البذر يعني بيدك تحملها، وتبذر بذرة فتنبت منها نبتة ضعيفة
قد يأتي أبسط قارشة تأكل هذه النبتة، أو طفل صغير ممكن أن يقتلعها، ثم تكبر ثم تكبر ثم تكبر فتصير شجرة، فتكون شجرة عملاقة، يعني ما يستطيعون أن يحملوها العشرات. فلا إله إلا الله، كيف أصبحت شجرة؟ كيف أصبحت شجرة؟ فنحن نتفكر في مخلوقات الله عز وجل حتى تظهر لقلوبنا عظمة الخالق، عظمة البديع. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله عز وجل يورينا ويقول: من يأتي بعمل يوم القيامة، من يأتي بعمل أعظم وأفضل من عمل الدعوة إلى الله عز وجل؟ ومن أحسن، من يأتي بعمل أحسن من هذا العمل؟ لا يستطيع أحد أن يأتي بعمل أحسن من الدعوة إلى الله عز وجل والتعريف بالله جل جلاله. وظيفة الأنبياء، وهذا لا يعني أن تقوم بالدعوة وتترك عبادة الله عز وجل. لا يستطيع إنسان يعرف بالله دائما يتكلم عن الله، لا يستطيع أن يترك عبوديته لله، لا يستطيع. خلاص تنكب الجوارح، لأن عرف الله، عرف الله، تطهر لسانه من ذكر ما سوى الله عز وجل، وتطهر قلبه يعني لله عز وجل، فدائما يتكلم على الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، فهو مستسلم لأوامر الله عز وجل. فما يكون داعي إلى الله يعني ويترك العبودية لله عز وجل. فلا إله إلا الله، صعب، صعب على الإنسان. فلذلك الداعي إلى الله يتحسن عمله، تتحسن أخلاقه، تتحسن عباداته، تتحسن قراءته للقرآن، يتحسن فهمه لكتاب الله عز وجل، يتحسن فهمه لأحاديث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تتحسن معاملاته مع الخلق، لأنه يكثر من التعامل ويحاسب نفسه، لأنه يريد الناس أن يسمعوه وأن يتبعوا كلامه، فهو إجبارا يحسن علاقته مع الله فتتحسن أخلاقه، فيكون في من أصحاب الدرجات العلى. فالدعوة إلى الله عز وجل أعظم وظيفة. والله عز وجل يقول: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يخاطب سيد الخلق، سيد الموحدين، خير من مشى على الأرض وتحت السماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول له: وادعوا إلى ربك، وادعوا إلى ربك، قم بعمل الدعوة إلى الله عز وجل ولا تكونن من المشركين. عجيب هذا الكلام، عجيب. ولا تكونن يعني لمحمد، ولا تكون يعني ادعو يا محمد، ادعو إلى الله وعرف الناس بالله وتكلم عن الله، ولا تكون أنت يا محمد ولا تكونن من المشركين. الله يعني العقل يقول ولا يكونوا من المشركين، هؤلاء أهل قريش، هؤلاء الظلمة لا يكونوا من المشركين، ادعوهم. لكن الله جل جلاله يقول ولا تكونن من المشركين، أي بمعنى أن من ترك الدعوة قد تتسرب الشركيات والعياذ بالله إلى قلبه، لأنه خلاص ما يتكلم عن الله ولا يعظم الله ولا يكبر الله، فيكبر غير الله. الذي لا يكبر الله يكبر غير الله، والذي لا يدعو إلى الله يدعو إلى غير الله، والذي لا يتوجه قلبه ويمتلئ بحب الله عز وجل يحب غير الله. بسبب هذه الأشياء البديلة تدخل إلى القلب، فلا تجعل مكان لله عز وجل في قلب هذا الإنسان. فلذلك الله جل جلاله يحذر ويقول: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فنحن أولى بهذا الأمر، لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الموحدين، هو سيد العارفين بالله، وهو سيد المعرفين بالله. ولكن فنحن أولى بهذا الأمر أن نكون دعاة إلى الله، دائما نتكلم عن الله ونعظم الله ونكبر الله حتى يصغر ما سوى الله في قلوبنا، نعظم ما عظم الله ونحقر ما حقر الله. هذه هي الدعوة إلى الله جل جلاله، الدعوة إلى الله عز وجل. نتكلم دائما، نتكلم مع الله يوميا، ضروري أن نتكلم عن الله، ضروري يوميا أن نتكلم. أحيانا نتكلم، أنا نبدأ بكلامنا عن المهدي،
نتكلم يعني عن أبواب الخير، عن الصلاة، عن القرآن، عن الذكر. قال لا لا، أولى أن تعظم الله وتكبر الله في كل مجلس، في كل حال، في كل خطبة، في كل منبر تتكلم عن الواحد، عن صاحب القدرة، عن الذي رفع السماء بغير عمد، عن المعز الذي أعز إبراهيم عليه السلام في وسط النار، والذي أعز موسى عليه السلام في وسط بحر متلاطم الأمواج، والذي أعز أنبياءه وأولياءه بسبب الدين، رغم أن لا توجد عندهم لا أسباب، فقدت الأسباب، ولكن مسبب الأسباب في قلوبهم، فوجدوا العزة ووجدوا القوة وجدوا النصر. فلا إله إلا الله. فنحن محتاجين ونحن أولى، نحن خاصة هذه الفئة، هذه العصبة التي تعد نفسها لأن تكون من أنصار الإمام المهدي، تكون سبب تغيير حال الأمة الإسلامية قاطبة، بل أهل الأرض، حتى يتغيروا وتمتلئ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. بماذا تقوم؟ بماذا تقوم هذه الأمة؟ هي تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، بالأعمال التي قاموا بها الأنبياء والمرسلين. لا نظن أن المهدي سيأتي وعنده يعني القدرات، قدرات الله عز وجل خلاص بدون الأسباب التي كلف بها الأنبياء والمرسلين. لا، فالأنبياء المهدي عليه السلام محتاج لهذه الأسباب التي استخدموها الأنبياء والمرسلين، ألا وهي الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله والعبادات والأعمال. فهو محتاج، فهو أولى بهذه الأعمال، فهو أولى. فنحن محتاجين أن نكون يعني أتباع الإمام المهدي عليه السلام بطريقة الأنبياء والمرسلين، فمحتاجين أن نتعلم الدعوة إلى الله عز وجل، وندعو في اليسر والعسر والمنشط والمكره والابتلاءات، حتى إذا جاءت الابتلاءات فهذا يدل على سلامة الطريق. الله عز وجل يقول على لسان لقمان عليه السلام في وصاياه لابنه، ويا بنية، يقول الله عز وجل: يا بنية أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك، يعني أنت تأمر بمعروف تنهى عن منكر، فلا تظن أن هذا الأمر سيخلو من الابتلاءات وأن خلاص أنك تجد المعية الربانية في كل حال وعلى أي حال، بل هي فعلا المعية الربانية، ولكن ظاهرها الابتلاءات وظاهرها التخويف ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. فيقول له: يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالصبر ملازم للدعوة إلى الله والأعمال التي ترضي الله عز وجل، لأن الابتلاءات ملازمة لهذه الأعمال الراقية، الأعمال العالية. فالله عز وجل يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه دار الابتلاء، دار الابتلاءات، دار الاختبارات، دار الترقي، الترقي في الأعمال، دار الترقي في الأعمال في الدنيا، والترقي في درجات الجنات في الآخرة. فنحن محتاجين أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، أن نكون ادعي، قال الله عز وجل: ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله جل جلاله يعرفنا، شوف عندما ذكر الله عز وجل: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ما توضع الله عز وجل شروط، ولكن عندما قال: وادعو إلى سبيل ربك، قال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وضع شروط للسبل التي تدعو إليها، سبل مثل الصلاة، مثل القرآن، مثل الدين، مثل صلة الرحم، مثل نصرة الإمام المهدي عليه السلام، مثل خذلان ومحاربة الدجال، مثل هذه، مثل الدعوة إلى فتن آخر الزمان، كلها هذه هي دعوة إلى الله عز وجل. لكن عندما تتكلم عن الله تعظم الله، تعرف أنت أولا الله وتتكلم عنه، لكن عندما تكلم الناس وترد الناس في الأعمال الصالحة لا بد أن يكون عندك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ويذكر الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر، يعني لا تنشر عداوتك، لا تنشر عداوتك، لا تنشر البغضاء، لا تنشر الشحناء، اكبت نفسك، اكبت نفسك، تحمل، اصبر، اعفو، اكظم الغيظ،
اعقلوا، هذه الصفات هي ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل. تفعل هذه الأشياء مع الناس، مع الخلق، تتحمل. الناس كلهم يحبون الانتصار في دعوتهم، أنه ينتصر على الذي أمامه، لكن الحقيقي هو الذي ينهزم أمام الذي أمامه حتى يقرب ذلك من الله، مش يقرب منه. نحن لسنا دعاة إلى أنفسنا، بل نحن دعاة إلى الله، فنحن نصبر على الخلق ونتحمل وحتى يقربوا من الله. فإذا انهزمت أنا لأخي حتى يفهم فهو يقرب من الله، وإذا ظليت على المكابرة وعلى المجادلة هو يبعد من الله ويجاهر حتى بالآراء المخالفة فيزداد بعدا من الله. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خير، ونور الله قلوبكم، شرح الله صدوركم، نقيم هذه الدعوات بين الرجال وبين النساء، بين النساء مع بعضهن البعض، والرجال مع الرجال، وأيضا الرجال مع محارمهم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله جل جلاله يعرفنا أننا مسؤولين عن أهلينا، نساءنا، عن محارمنا، فنقيم هذه الدعوات وحلقات التعليم والأعمال، وإن شاء الله أن الله عز وجل يرضى عنا كامل الرضا، ويوفقنا بليلة القدر، ويوفقنا للأعمال التي ترضي في هذا الشهر المبارك، ويجعلنا في هذه الأيام المباركة في أعلى المقامات من العبودية، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خير، ونور الله قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.